تنضم إلينا من الدمام الأستاذة المساعدة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ورئيس الفريق البحثي للقاح السعودي الدكتورة إيمان المنصور. مساء الخير دكتورة، نبارك لكم بداية دكتورة هذا النجاح، ونتمنى لكم المزيد بإذن الله من نجاحات في قادم الأيام. دكتورة، يعني متى بدأتم في العمل على هذا اللقاح؟ أهلا وسهلا أستاذ، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين، وأشكر لك للتهنئة. المشروع ابتدأ منذ بداية الجائحة، حيث تم تقديم على هذا المشروع البحثي ضمن برامج التمويل المؤسسي، وهو مدعوم من وكالة البحث والابتكار في وزارة التعليم. هذا التقديم ضمن البرنامج كان استجابة لتوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة، واللي ضمنت تكريس جميع جهود الجهات في الدولة. تم تقديم على هذه الدراسة أخذ الوقت الموافقة وتسجيل دراسة قبل سريرية رسميا، ومن ثم الابتداء في المشروع. نعم، طب دكتور، كم عدد أعضاء الفريق الذي عمل على إنتاج اللقاح؟ عدد الأعضاء احنا مكونين من 3 أشخاص فقط، تضمن البحث الرئيس طالب المحث الماجستير أستاذ تامر الشمري، ومساعد الباحث أستاذ نبيلة كرماسة. طب كم استغرقتم من وقت وانتم تعملون الدكتور عليه؟ البحث ابتدى من شهر فبراير واستمر الى نهايه تقريبا شهر سبتمبر. هل لديكم دراسات اخرى دكتوره؟ لدينا كانت دراسات مسبقه على لقاحات دي ان اي للانفلونزا فايروس باستخدام نفس هذه التقنيه. هذه الدراسه نشرتها لما كنت طالبه في جامعه ماساتشوستس، حيث كنت من ضمن مبتعثي بعثه خادم الحرمين الشريفين، وتم تطوير اللقاحات المطورة باستخدام الجيل الثالث من الدي ان اي، وهي الموجهة لفيروسات الانفلونزا الموسمية والوبائية، والتي كانت منتشرة خلال 30 سنة الماضية. طب تحدثتي عن التقنية، ما هي التقنية؟ هي التقنية الحمض النووي دكتورة تقصدين؟ صحيح، تقنية الحمض النووي تشمل وجود جين محدد فقط من الفيروس وإدخاله في بلازما دي إن إيه لإنتاجه. طبعاً هذا اللقاح تتميز قدرتها على تحفيز ذراعي المناعة في جسم الإنسان، وهي المناعة الخلطية والمناعة الخلوية. وتختلف كذلك طريقة إنتاجها عن الطريقة التقليدية في الإنتاج، حيث تتميز بسهولة وسرعة إنتاجيتها كميات كبيرة في مراحل ترخيصها. نعم، طب ما هي المراحل السريرية التي سيمر بها اللقاح دكتورة؟ وكم مرحلة مر الآن منها؟ طبعاً بعد الآن ما انتهينا من الدراسة قبل سريرية، بعد أخذ الموافقة نبدأ بالمراحل السريرية للقاحات، وهي طريقتها تتم بطريقة مشابهة للأدوية الأخرى، ولكن المراحل السريرية بالنسبة للقاحات تكون بطريقة أكثر صرامة. فهي تمر 3 مراحل. المرحلة الأولى هي تعتبر التجربة الأولى لتقييم اللقاح، حيث تشمل اختبار اللقاح على مجموعة بسيطة من المتطوعين، ويتراوح عددهم ما بين 20 إلى 80. هدف هذه المرحلة الأولى هي تقييم مأمونية اللقاح، وفي حال الانتهاء من المرحلة الأولى تبدأ المرحلة الثانية، وهي تشمل مجموعة متطوعين أكثر تقريبا عدة 100. أهمية المرحلة الثانية هي دراسة سلامة اللقاح ومناعيته واختيار الجرعة الملائمة للقاح. بعد ذلك تتم بالمرحلة الأخيرة، وهي تسمى المرحلة الثالثة، وهي تشمل 10,000 من المتطوعين، وهدفها اختبار فعالية اللقاح وتقييم سلامته في عدد كبير من المتطوعين بهالطريقة. نعم، هذه المرحلة الثالثة هي المرحلة المحك دكتورة تعتبر؟ صحيح، في حال الانتهاء من المرحلة الثالثة يتم ونجاحها، يتم بعد ذلك الموافقة ومن ثم الترخيص باستخدام اللقاحات. طيب بما أنك دكتورة تعملين على هذا اللقاح، تتوقعين أن يكون اللقاح على جرعة واحدة تكفي أم جرعتين مثل لقاح فايزر؟ طبعا تقنية دي ان اي فاكسين في الغالب تحتاج إلى أكثر من جرعة، فللوصول إلى مناعة عالية عند البشر لا يقل عادة عن جرعتين من لقاح دي ان اي. يعني هذا خاصية نفس الجرعة أو نفس اللقاح دكتورة؟ نفس اللقاح صحيح. طيب ما مدى جاهزية هذا اللقاح للبدء ربما في تطعيم المجتمع مستقبلا؟ طبعا لا يعد اللقاح مجازا لتطعيم المجتمع إلا في حال اجتيازه لجميع المراحل الثلاث السريرية،
طيب في حال اجتاز هذه الثلاث المراحل ثم يبدأ إنتاج كميات كبيرة أو يسمونها pipeline للخط إنتاج خاص باللقاحات، ومن ثم يبدأ في إعطاء للمجتمع. نعم، خلينا نعود للمراحل دكتورة، يعني المرحلة الأولى والثانية، هل واجهتم صعوبات في هذه المراحل دكتورة أو مشاكل؟ المرحلة الأولى هي حتكون بداية المرحلة اللي هي بعد أخذ الموافقات، كون الدراسة السريرية الأولى هي بتكون الأساس لبقية المراحل الأخرى. هل لديكم طيب وقت دكتورة أن يكون اللقاح جاهز خلال الأشهر القادمة؟ طبعا تحديد وقت معين لجاهزية جدا صعب، لأنه يعتمد على أخذ الموافقات الدعم اللازم والتجهيزات يعني اللازمة لها، لكن لكل مرحلة يجب أن تأخذ حقها من الوقت. مثلا المرحلة الأولى تأخذ عادة 6 إلى 8 أسابيع، المرحلة الثانية تأخذ فترة أطول، والثالثة وهكذا. نعم. بالرغم من الآن فيه استعجال أكبر ل المرور بجميع هذه المراحل بوقت أكبر. طب دكتور خليني أعود أيضا إلى اللقاح بالضبط، يعني دكتور إيمان، نوعية، ما هي نوعية هذا اللقاح وما مزاياه أيضا هذا اللقاح؟ طبعا مزايا اللقاح هذا يتميز بثباته واستقراريته وكذلك مأمونيته العالية، لأن اللقاحات التقليدية نضطر أن نحقن الجسم بفيروس كامل مضاعف عادة هذه الطريقة التقليدية. أما في لقاحات الـ DNA فإحنا نختار جين محدد من الفيروس اللي يتوقع أنه أو المعروف أنه يحفز استجابة مناعية لإنتاج الأجسام المضادة لها، فيكون جدا أكثر المناعة تكون أكثر تحديدا وبالتالي أكثر أمان. طب هل يحتاج لدرجات تبريد عالية دكتورة؟ اللقاح الدي ان اي الحمض النووي الدي ان اي تحديدا يعتبر عالي الاستقرار، فيتم نقله عاده في درجات بروده طبيعيه يعني مثل الريفريجريتر تمبرتشر. نعم، كانت معنا الدكتوره ايمان المنصور، شكرا رئيس الفريق البحثي للقاح السعودي الدكتوره ايمان المنصور، شكرا جزيلا لك يا دكتوره ايمان على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل.